تنفذ وزارة الإسكان وبالتعاون مع وزارة الأشغال حملة توعوية لرصد ومعالجة مخالفات البناء في إطار الحملة التوعوية التي تقيمها بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بشؤون البلديات بشأن اشتراطات التعمير. توضح الحملة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الممتلكات الإسكانية في موضوع الكشف عن المخالفات المتعلقة بالبناء أو ما يخص صيانة الوحدات عن طريق النزول الميداني، ومن ثم رصد ومعالجة المخالفة وفق عدة خطوات بالتعاون مع الجهة المعنية بشؤون البلديات. حول هذه الحملة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس سعد الحويحي رئيس الصيانة الإسكانية بوزارة الإسكان. سيد سعد، بعد التحية، ما هو دور وزارة الإسكان في المساهمة في رصد ومعالجة مخالفات البناء في المشاريع الإسكانية؟ مساء النور. بداية، تقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع البلديات المختصة قبل توزيع مفاتيح الوحدات الإسكانية بمحاضرات توعوية للمنتفعين، ويتم حثهم على احترام وتنفيذ قانون تنظيم المباني واشتراطات التعمير، ويتم الإجابة عن كافة استفساراتهم، بل يتم تزويدهم بمقترحات للتوسعة فضلا عن تزويدهم بكافة خرائط الوحدات الإسكانية التي يمكن تنزيلها من موقع وزارة الإسكان بكل سهولة، كما يتم بالتنسيق مع البلديات القيام بحملات لرصد مخالفات البناء، حيث تقوم البلديات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن الإجراءات التي يقوم بها قسم الشؤون القانونية والتفتيش بالوزارة بتنفيذها. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك حالات لمخالفات بناء تستلزم قيام فريقي الإسكان والبلديات معا بمعالجتها ميدانيا من أجل احتواء هذه المخالفات وتقديم الحل، سواء بتقديم النصح والمشورة للمخالفين أو إنفاذ القانون، كل ذلك من أجل الحفاظ على سلامة الوحدات الإسكانية والواجهات الحضارية والعمرانية للمشاريع الإسكانية المختلفة. نعم، المهندس سعد الحويحي رئيس الصيانة الإسكانية في وزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك.